شنو اللي صار بالضبط نهار لحد 5 ماي؟ بالضبط كانت مبرمجة منذ شهر، وأنا يوم الرجوع متاعي من المغرب سيارة قدام باب الخروج من المطار هزتني طول القروان. أنا قعدت، جاني واحد كنت أظنه يحييني، قلت عايشك مرحبا بيك كل قيلة يوسف. أنا قاعد حبيت أقول لك بشوية كلمة، حبيت أقول لك غير مرعوب فيك أمشي. وين غير مرعوب؟ أنا غير مرعوب في القيروان. كيفاش غير مرعوب فيه في القيروان؟ شكون تمثل أنت سيادتي باش تقول لي ما نجيش القيروان؟ قال لي لا، وربما أكد، قال لي وربما في البلد كامل خاطر ولا بلد إسلامي. أنا نجي نمشي على روحي، ما عادش عندي بلاد. قال لي يا أخي أنت خديت مع بلدي ولذا ما عادش سعادة. شنو؟ زعلان علي، عندي كارت سجون وريتها له. قلت له أنا خرجت عام 82 أخسر. راح قال لي ما لا أذيت السيدة عائشة هكا راهو من غير ترانزيسيون. حسبته كل ليد صغير، ما تعرف انا غرير ما نشوفش. اذا معنا بالنسبه لي يظهر لي كلي يعبث ولا حاجه. وصار اللي يسمع فيه المنظم السي عبد الجليل ظهر يسمع فيه، خذ الكلمه وقدم الناس، قدم الناس على اساس انه الشيخ مورو باش يبدا. فقالوا الشيخ مورو لا، سيبدا اكبر الناس سنا علي انا. بارك الله فيكم. ديت بالنسبة لي هذا كيف كيف هذاك كيف كيف. أما عجبك أنه سيبدا أكبر الناس سنا يوسف الصدري. وبعد ثلاثة عبد هو أقل مني شوية لكن أكبر من نور، هشام مسعود سيد فلسفة عامة في قروان. وبعد الشيخ بعد الحاج بتاع السلفية الجهادية هو الأخر بتاع حزب التحرير رضا بالحاج. حزب التحرير رضا. وتمت العروض اللي دامت كل واحدة تقريبا بين 20 دقيقة ونصف ساعة، تمت على أحسن يعني. وكل واحد تحس اللي هو يعبر على موقفه من خلال مراجعة، من خلال تحاليل، من خلال بيانات وإثباتات وكذا. كل واحد أنا أتصور تسمع الآخر بشغف. بعد بداية أعلن على النقاش، حلان باب النقاش جاءوا تقريبا، ثم زميل اللي بحذاه يقول لي 20 تقريبا وزميل يقول لي 30. عرش ملح ولا مش ملح، انت تشوفتها في الفيسبوك موجودة داروا بيا. واحد مثلي حب يحاول يهزني بالكرسي، والاخر قال لي ما تحشمش انا سميت السيدة عائشة دي مش انا. واللي مثالي اللي هو يمكن قائد الفريق اظن لقى فكره هايله ولقيتها هايله بين ظفرين. قال لي يا اخي شهد قل اشهد الله محمد رسول الله وستعتق واعتذر للسيد عائشة. فكرت بسرعه ربي توا باش تحل باب النقاش، والنقاش اهم من العروض. ها وكل واحد ذاك الوقت ذاك افكارنا باش تتقابل مع بعضها وباش يخرج منها مخاذ ربما اتفاق ولا اختلاف ولا تثبيت اختلاف. فكرية هذا شهد بعد السيدة عشرة. انا جبت عند هذا السيدة عشرة والشيخ مور قلت الله فيه. قال لي لا ما يزمش تحتذر لي على ذنب لم تعترف، على ذنب لم تعترف. وبدا يواصل يحكي يتكلم في الصالة يحلف بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أنه أنا كنت شاهد حاضر فاعل في اللي تحكيوا عليه نقيلة عن السيد عاشر ويوسف الصديق راه دافع عليه مع مرجع قرآني. مش معقول تعاد كلمة ما تصلحش على السيد عاشر اللي هي في القرآن بالنسبة لحساسيات شعبنا الكل أمهات من أمهات المؤمنين. نسمع في الشيخ مور ما عادش متجهل شخص ولا اثنين، متجهل الصالة كاملة على الاختلاف وما اختلاف وليدي الله يهديك وما يهديك. وباقي يأكد للناس أني بعكس ما يقال وما اتهمت به أني بالعكس معناها حقهم يريضوا على خاطر أنا المجد. وأنا قلت هذاك وليدي الله يهديكم معناها سيد عايش أنا اللي دفعت عليها. الناس يعرفوا وسمعوا مسجل ووثيقة معناها موجودة، رجعوها وهذا يقول فيها الإجماع اللي دايرين حولي.
نسمع فيه يا الأخ. هو قال أقسم بمرة أخرى أقسم بالله العظيم أن يوسف ما قالش هذا يا ولدي رأوا ما قالش هذا. واحد قالوا تكذب قالوا تربى أنا أقدمه ضربه بكيس ماشي حتى شيء وسطة لا حتى شيء وسط نسمع بالكيس كسر على رأسه باش. راني عيد كل واحد يتكلم على شيخ ولا محشمي نتكلم ونقول خاطر هو دافع عليا ما نجمش نقول راهو ثانوي لكن القضية رغم اللي مأساوية أن إنسان كيف هو ومريض وشيخ جليل يضرب لكن فرع من المسألة الجوهرية فرع من المسألة الجوهرية ولو هي فيها عنف وفيها دم فرع من المسألة الجوهرية اللي ثم مواطن تونسي فقط مفكر في أوروبا ثم تصلب ديني وتشدد ديني سلط على أركون سلط على بعض المفكرين العرب الأخرين وانا عمر كتبت منالوني المتشددين في أوروبا على حاجة اسمها كفر ولا إلحاد ولا حاجة أنا إنسان أنثروبولوجي عندي نص قدامي النص هذا يمكن أن يبحث من ناحية العبادية ويتلى ويرتب ويمكن أن يبحث من الناحية العلمية السوسيولوجية التاريخية إلى آخره فحاولت أن يكون ذلك اختصاص من أين جاءت هذه الكلمة التي لا توجد في الشعر الجاهلي وإنما وجدت في القرآن من هو هذا الملك الذي يتحدث عنه ما هذا الموقع بابل الذي في سورة كذا ما هي الحروف الأولى التي تبتدي بها بعض السور علاقتها مع مخارج الأصوات ولا مرة دخلت في ربي موجود ولا مش موجود أبدا لذلك المواطن هذايا اللي هو أنا نتصور إعلاء الإسلام وعطيانه نسيج آخر من العلم الكتاب في دار النشر التونسية رفضت أن يكون في لبنان ولا في المغرب نحبه في تونس اسمه هل قرأنا القرآن أم على قلوب أقفالها وأول كان تشجع المكتبة أول توقيعات للزبائن في المكتبة هذه بشكون في القروان لأسباب غير التحدي أولا سعى التحدي رفع التحدي رفع التحدي خدمة لبلادي مش خدمة لنفسي حاجتيش النجم نعمل في باريس تباري أكثر ولا في لندن ولا في لبنان ولا في بيروت لذلك مهما كان وأنا نحمل مسؤولية لثلاثة من الناس ثلاثة من الناس نحمل المسؤولية خاصة إذا كانت تصير لي حاجة هم المسؤولين مباشرين رأس الغنوش علي العريض و شو اسمه مصف مرزوق مصف مرزوق الفني وقلت قلت له هدايا حرفيا وهدايا حرفيا يا منصف راو انت مسؤول مباشر كان تصير لي حاجه اما تصور انك تصير لي حاجه وتحميوني تحميوني بما يحمى به المواطن شرطه ولا يتحب انت ها والا اكد لي اللي ما يصير حد شيء البلاد امنه كما نعرفها وكل وقت تمشي بدون حمايه ولذا هذا مهم جدا ويلزمنا الكل صحفيين مواطنين عاديين يلزمنا نتصدوا لهذا على خاطر اذا كان ما وصلناش نحدوا من هالتيار هذايا